ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج السرطان، توقعات الاسبوع الاخير لشهر سبتمبر لعام 2021. هتكلم على الفتره اللي هي من يوم 21 لحد يوم 30 سبتمبر. عندنا اخر يومين حلوين، يوم 29 ويوم 30، يومين قويين جدا لان القمر متواجد عند اصحاب برج السرطان، وهنا بيكون عندنا نوع من انواع القوه، التميز، الخروج من المشاكل، فرصه قويه جدا جدا لتعويض خساره، لتعويض مشكله، لاسترجاع سرقه، لاسترجاع نهب، لاسترجاع اوراق، لاكتشاف امر ما سلبي، مش اكتشاف امر ما سلبي، لا مش يعني حاجه سلبيه او حاجه مش كويسه حصلت انا بكتشفها، فابدا ان انا اعرف الموضوع نهايته، بدايته، اخرته، الوقت ايه، الدنيا ايه، تمام؟ فدي الفكره. طيب برج السرطان مبدئيا عندنا اللي هو من يوم 21 لحد يوم 30 في تغيرات كتير بتحصل، منها تغير الشمس. الشمس هتكون موجوده في برج الميزان، وده هيكون بدايتها من يوم 23، وده بيأثر كتير على ان يكون في عندك استقرار، استقرار في الامور العائليه والامور الحياتيه، في نوع من انواع الاستشفاء، في نوع من انواع الكتير بيسأل على العيله عندك، كتير في مناسبه سعيده او مناسبه ما في الوضع العائلي الخاص بيك، وده بيأثر كتير ان عيون على العيلة، العيون على الأسرة، العيون على انت بتعمل ايه في العيلة بتاعتك، تعامل خدت ميراثك ولا ما خدتش، تصالح عائلي ولا ما تصالحتش، فاهمين انت الجو ده؟ الا ان في تراجع في كوكب عطارد بيكون من يوم 27 سبتمبر، وده بيأثر على برضو المحيط العائلي بالنسبة لك. بس في ايه؟ في ايه؟ في قرار رسمي، يعني زواج او خلاف مع احد الاولاد، خلاف في زواج لسه في البدايه، الاتفاق متعرقل شويه، اتفاق زواج مثلا يخص احد الاولاد او احد الاخوات. ففي الجزئيه دي، في ان انت معرض لسرقه او معرض لان انت حالة من النهب، حالة من أوراق يتم التلاعب بيها، حالة من ميراث بتأمن لحد عليه فبيبدأ ان هو يتجاهل أمرك، ففي عندك الحاجات اللي زي كده. بس بقدر أقولك ان عندك فرصة لاسترجاع الأوراق، استرجاع أمر ما، استرجاع فكرك، استرجاع حقوق يوم 29 ويوم 30. ولكن تراجع عطارد مش عندك فترة معينة، لا ده احنا مكمل معانا لحد نص اكتوبر، يعني على بداية النص الثاني من اكتوبر هيكون الوضع معانا، هيكون الطف بداية من يوم 17، تأثيرات نلاقيها من يوم 18، تمام؟ فعشان بس ما نفكرش ان التراجع ده يومين وهيعدي، لا، التراجع عطارد مش بيأثر سلبيا عليك انت بس، لا هو بيأثر على مجموعة الابراج بشكل عام، بس كل واحد بيختلف التأثير عنده في ايه. فعندك النقطة دي جدا، يعني النقطة دي ان انت برضو ملزم بتحذير او ملزم بحاجة. ولما بقول ان تحذير، هي لا اعتراض على امر لا او لا اعتراض على ايا كان حاجة، ولكن هو فكرة التحذير لامر ما انا بشوفها من خلال الحركات الفلكية، فبقول لك عليها ده، اعتبرها نصيحة، اسمها نصيحة ما اسمهاش تحذير، بس بقولها لو عشان تبقى واخد بالك منها اكتر. وكل اللي متابعني عارف كويس قوي قوي ان انا دايما عندي اللي هو يعني ربنا فوق الجميع، عشان بس نبقى عارفين فوقي وفوقك وفوق اي حاجه، لان ربنا سبحان من مغير الاقدار، فاللي هو يعني طبعا بقول ده للناس اللي بتدقق في الكلام قوي يعني، واللي بيدقق في الكلام فانا بحب ادقق له برضو في الكلام عشان برضو ايه نبقى واخدين بالنا. لكن كل الاحوال طبعا احنا لما بنيجي نقول نصايح، بنقول نصايح عشان انت تتجنب الامر ما، تتجنب العكوسات دي، زاويه معينه بتاثر علينا بشكل ما فبقول تاثيرها، تراجع معين فبقول تاثيره، تمام؟ فلكن تحذير لحاجه من اكيد لا، اكيد لا، تمام؟ فدي نقطه مهمه جدا، بس الله يخليكم للناس بس اللي هي كده يعني. طيب برج السرطان، برج السرطان انتوا عزاز كتير على قلبي، بس انا بصراحه ما اعرفش مين اللي فبتيجي بقى معايا، عارفين اللي هو بتيجي معايا للحته دي ان انا ارد في اي برج بقى جت بقى، ما اعرفش بقى والله مين اللي كان بيقول كده بالظبط، ومش فاكره لان التعليقات بتجي لي كلها على بعضها، ما بخشش على تعليقات برج برج، اوضح لكم برضو النقطه دي. طيب برج السرطان احنا عندنا بقى خلال الاسبوع ده بشكل عام من اول يوم 21 الوضع بالنسبه لنا، انا وضحت لكم بس التاثيرين المهمين جدا جدا اللي هم هيكون سببهم حاجات معينه، تحذير في ايه، بدايه ايه كده يعني، لكن الباقي حاجات عاديه جدا جدا، فنقول الشرح بشكل عام افضل. الناحيه المهنيه
نبدأ بالناحية المهنية، تأثيراتها عامل ازاي؟ احذر من خلال نصيحة، ما تدخلش مشروع مهني مع حد، ما تدخلش وتدفع فلوس او مبلغ قوي وانت مش عارف الاول من الاخر ايه. خلي بالك كتير من ان انت مثلا تشتري، عارف فكرة ان انت تشتري شقة او تشتري حاجة قطعة ارض مثلا وهي مش مصرح مثلا بيه، او لا يعني عليها خلافات يعني او مش كويسة يعني، فاهمني؟ فكرة ان انت لا، خلي بالك انا ما اعرفش الخلافات والحاجات دي بتبقى اسمها ايه، بس لازم ان انت تبقى دارس الامر كويس قوي قبل ما تشتري حاجه، قبل ما انت حتى تبيع حاجه اعرف كويس قوي اللي انت بتبيعه ده حاجه كويسه مش كويسه. طب فيما بقى، عشان هتندم على بيع او شراء في الفتره اللي بعد كده. فدي نقطه مهمه كتير، حاجه ليها علاقه باطار مشروع او الكلام ده كله برضو تخلي بالك كتير انك تحط فلوس فيه. فده من حيث المشاريع الخاصه. طب الوضع المهني في شغلك نفسه، هيكون عندك ان انت بتحاول تسارع عشان تعمل حاله تعويضيه لشغلك، عايز ان انت تكبر من نفسك، عندك مشاريع او مشاوير كتيره جدا، مشاوير ليها علاقه ان انا عايز اخلص، عايز انجز، عايز الحق، فعايز الحق فعندك ده جدا. طيب برج السرطان برضو بالنسبه لك في الشأن المالي، الشأن يعني الوضع المالي ان انت عايز تعوض وعايز تلحق وعايز تخلص وعايز تطور من نفسك، بس هتخلي بالك بس في الحسابات الماليه بتاعتك، لانك ممكن تكون معرض لسرقه، معرض لمشكله، معرض ان حد ياكل ميراثك، ده في الاكتر في الامور المهنيه. بس لو انت شريك مع حد في صديق قوي او اخ او اخت او احد الاولاد، فلازم اكون حذر اكتر، لان ممكن ينشا خلاف بسبب امور ماليه، بسبب ممتلكات. خلي بالكم، ارجوكم خلي بالكم، انا مش بقول كده اعتراضا او ان احنا نقع في مشاكل في بعض يا جماعه، انا بقول ان احنا نخلي بالنا. يعني انا ما احبش ان يبقى في خلاف ما بينك وما بين حد، ودي اكتر حاجه انا بكرهها. بالعكس انا دايما بحب قوي قوي ان الناس تبقى متصالحه، الناس تبقى كويسه، الناس تبقى سليمه نفسيا، دي اكتر حاجه انا بسعى اليها من خلال ما بدات، من اول ما بدات القناه. لكن تحذير ان انا اقول ده عشان ان احنا نحافظ على علاقتنا، لان احيانا لما بندخل او بيدخل مال او بيدخل شراكه مهنيه ما بيننا وما بين حد قريب مننا بنخسره، فلازم تخلي بالك من قبل. طيب في حاجه عايزه برضو اقولها لكم كتير بقى وليها علاقه بالشأن المالي، نخلي بالنا من السرقه ونخلي بالنا من الحاجات اللي زي دي، ميراث، خلي بالك على اوراقك، مستنداتك، خلي بالك كتير، حاجتك تحطها في بنك، تحطها في امر ما امان. يعني بالنسبه لي الوضع العاطفي حلو قوي قوي، او كوكب الزهره موجود في برج العقرب، فعندك الوضع العاطفي ما اروعه، تمام. بس في نقطه صغيره، ان خلي بالك كتير ان كلام زن احد الاخوات، احد الاصحاب، احد مش عارفه مين، انه يشككك في الشريك. بالعكس ده يكون في استقرار، بس هيكون عندك بعض الوساويس شويه، وده ممكن ياثر على ان يبقى في قلق او توتر في علاقتك العاطفيه. فهنا لازم اكون حذر جدا، بل بالعكس اكون قريب من الشريك العاطفي بتاعي، احاول ان انا اجذبه ليا اكتر، احاول ان انا الفت انتباهه اكتر. لو عملت كده هتكسبه جدا. الكوكب الحب موجود في برج المائي زيك، برج العقرب، فانت متخيل الحب والرومانسيه، ما تسمحش للوسواس او الشك ان هو يدخل قلبك، لو دخل صدقني هتتعب، صدقني هتتعب. في فتره بس انا عايزه احذر منها قوي قبل ما ادخل في او قبل ما اوصل لنهايه الفيديو، يوم 26 27 28 فتره القمر المتواجد في برج الجوزاء، اي بيتك ال 12 فيهم اعداء، فيهم اشخاص بيزودوا الخلاف، بيزودوا المشاكل، بيزودوا ان يبقى في ضغط عصبي ما بينك وما بين شريكك العاطفي. كون حذر ارجوك، وكون حذر من الناس اللي بتتدخل في شؤونك العائلية، ما تسمعش لأي حد بيقومك على حد تاني، أرجوك خلي بالك. طيب بالنسبة يا برج السرطان، انت عندك اسبوع حلو قوي، بس المشكلة ان انا لو سلمت ودني لحد، المشكلة لو انا سلمت فلوسي او اماني او حاجة انا ممتلكاتي لحد هخسر وهندم. فدي بس النصيحتين الصغيرين اللي هما موجودين بسبب ان القمر متواجد في برج الجوزاء او تراجع عطارد، لان شويه الوضع برضو هو على قد ما هو لطيف على قد ما هو معاكس. مين المتحكم في ده؟ انت بايمانك وبقدرتك على التفاؤل وبقدرتك على تحليل الامور وتوظيف الظروف اللي قدامك لاجلك، وانك تكون مؤمن بربك جدا. عارفين انا في اصعب المواقف بقول اللي هو يعني عارفين اللي هو اقعد ادعي بعمل اللي عليا وفي الاخر خالص توكلت عليك يا رب. فاللي هو خلي دايما ان كل حياتك تبقى بين ايد ربنا، بس انت اسعى، بس انت فكر، بس انت خطط، بس انت وظف الامور لنفسك، تمام.
فتره على قد ما هي حلوه بس فيها معاكسات. انا مش عايزه ان انا اقلق او اللي هو ده، بس لانها فتره فعلا حلوه بس فيها معاكسات، فاهمين الجو؟ يعني اللي هو السهل الممتنع، علينا احنا بقى نوظف الدنيا لاجلنا او لنفسنا، وندعي ربنا كده ونسيب توكلنا على الله. طيب بالنسبه يا برج السرطان للناس المرتبطين، زي ما قلت لكم الوسواس والمشاكل دي بس اللي هتبقى متاثره، غير كده يبقى في اخبار كتير ايجابيه. الناس المنفصلين هيكون عندك حته ان انت حاسس ان الماضي مش عايز يرجع لك، او حاسس ان هو حطك عجله استبنه، وده امر هيثير يعني ضغط جواك جدا. فكر في اللي جاي، اللي جاي احلى، واللي جاي افضل، واللي جاي احسن، واللي سابك هيندم، هو بس بيحاول يغيظك او بيحاول ان هو يوريك ان انت تعبتني وجرحتني وظلمتني، فانا بشوف حياتي وبعمل حياتي بشكل افضل. هيكون بالنسبه لك في رجوع بس مش دلوقتي، عارف الرجوع امتى؟ بعد يوم 17 اكتوبر. بغششكم حاجات فيما بعد، هنعمل توقعات اكتوبر ان شاء الله بعد التوقعات الاسبوعيه. لكن يا برج السرطان الوضع بشكل عام، الاسبوع بشكل عام ايجابي من حيث الامور العائليه، في بعض المخاوف على قد ما في استقرار، انت بتميل الى الاستقرار العائلي على قد ما هيكون في بعض المشاكسات او الاشخاص الحاقدين اللي بيرشقوا عينهم في استقرارك العائلي، فبيسببوا لك خلافات او نزاعات او ان امر ما مش بيكمل بخير، فخلي بالك عشان عيون الاخرين مؤثرة كتير في حياتك. الامور الصحية بداية استشفاء ان شاء الله. برج السرطان اسبوع حلو كتير، بس حاولوا ان انتوا تكونوا مركزين اكتر. انا بتمنى ان انا اكون فدتكم وعرفتكم الجو ماشي عامل ازاي حتى لو بشكل جزئي. ما تنسوش اللايك وشير واشتراك في قناة تفعيل الجرس. سلام.